اخبار بهالشكل هذا تمام. بسم الله دكتور شوي. انا ايش قلت لكم وراي حتى انا ايش اشوف هو يصور. صحيح. انا وياك وراي اصير احسن لك اسهل لك. تعال نح ايه حتى انا ايش اشوف انت تشوف وياي. اوكي زين. الرسمه هسه كل السبورت والريتنشن والاندايركت ريتنشن كومبوننتس. نجي على الباوندد. انتبهوا على الباوندد. نفس القوانين اللي تقول اذا كان هذا اللاين بايسكتنج درج راح تكون البوكال وول مالتها والبوكال بوردر راح تكون جاست بوكال تو ذا لاين بايسكتنج. اذا تمشي ويا الرج بهالشكل هذا وصلت للنهايه هاي تعتبر باوندد سبان تمام. نفس الشيء بالنسبه لل لينجوال بوردر مالتها هي من اليمين لينجوال تو ذا لينجوال سايد اوف ذا توث وتمشيها بنفس التقوس. هاي هي الجريد وورك مال. اوكي لك احسن زين. اتفقنا انه الجريد وورك الباوندد حيكون بيها تو بروكسيمال بليتس. اذا هاي البروكسيمال بليت راح تكون على شكل مثلث. ليش؟ لان هذا كناين والكونتاكت اريا مثلثه مالته. فترسم او تظلل البروكسيمال بليت على شكل مثلث. اوكي نفس الشيء بالنسبه لهاي البروكسيمال بليت راح تكون على شكل مثلث. اوكي تليفوناتكم ما حد يجاوب لانه اكتب محاضره شغله مهمه شوي. ماكو شغله مهمه بالمحاضره. صارت الدلب. زين. اتفقنا انه الباوندد سبان يراد لها ريستات بروكسيمالي مو ميزيال. فراح تكون الريست هنا بما انه هذا كناين فحتكون الريست مالته سنجلام. السنجلام رسمنا احنا نص السن ظللناه. نعم. فهنا راح يظلل نص السن بهالشكل هذا باعتباره هذا هو الريست مالتك. ها ما عمل. بالشكل هذا. اوكي نفس الشيء هذا شكل السنجل امريست اللي بالتودي ظللنا نص السن. هنا انا هم تظلل نص الكناين. انتهينا من عده. اوكي خلص الريتينشن والسبورت كومبوننتس لكل الديزاين. هنا انا ماكو داعي اخلي اي بار. ليش؟ يعني استوفت ار بي اي. ار بي اي خلاص انتهينا من عده. زين استوفت دكتور اثنين بس هذا وبعد ما ار بي اي. ار بي اي انتهى بعد ما تخلي كلاس بات او اربع كلاس بات بدل او اربع كلاس بات. زين راح نجي على اختيار الميجر كونكتر. بهاي الكيس اختيار الميجر كونكتر راح يكون فول بليت لانه مسنج انتيرير تيث. مسنج انتيرير تيث وكلاس 1. اذا ال باختيار الميجر كونكتر فول بليت بليت بعد ما عندك ريليف ماكو عندك ماينر كونكتر ينزل ماكو هيج حكي. الماينر كونكتر راح يمشي ويا السن. هسه هذا مو مشي. هاي البليته وصلت اللي جاي هذا ريست. البليته راح تجي ويا حد السن بهالشكل هذا. وضحت الفكره؟ هذا بالبليت. وصلت وين؟ وصلت لهذا الريست. تمام؟ من هذا الريست يطلع همين بليته توصل وين؟ للبروكسيمال بليت مال السن. تقريبا يعني بس الاوكلوجر سيرفس طالع. بس الاوكلوجر سيرفس طالع مال السن. بهالشكل هذا. اوكي نعم فول بليت مو فول بليت بليت. تشوفون بالفول بليت بليت اللي سويته اني ما خليت اي ريليف واي ماينر كونكتر ما ينزل كلها بليت. حيصير بليت ريسبروكيشن. هنا نفس الشيء عندي هاي الحافه مال الريست. وين وصلت؟ وصلت للميزير ريست. هذا الميزير ريست افتر بهالشكل هذا اجى راح يمشي ويا السن بهالشكل هذا. اوكي نعم. وصل للمن وصل للريست هذا. من هذا الريست حيطلع بوردر لاين اخر حيجي يتصل بالبروكسيمال بليت. اذا هذا شكل اللينجوال بليت. تليفوناتكم طفوها. اوكي اذا انا هسه بعد ما عندي اي بوردر لاين طالع من اي ريست لانه كله اتصل واحد بالاخر ايش بقى لي؟ شوف هسه انتبه شوف تليفوناتكم تطفى وتفوتون المختبر مو محاضره. زين اتفقنا انه
الفول باليتال والانتيريو بوستير لو كان عندك فري اندك ستيشن حيوصل للنهايه، فهذا حيطلع مننا خط للاند اوف كاست. للاند اوف ذا كاست هنا تقريبا هاميلر نوتش. نعم للهاميلر نوتش، هذا راح يوصل للهاميلر نوتش اللي هي هنا تقريبا. اوكي وتمد لك خط عدل بهالشكل هذا. اذا خلص عندك رسمه ديزاين دكتور. هي هاي كلاس 4 مود 2 لو كلاس 1؟ كلاس 4 مود موديفيكيشن. كلاس 2 مود 1 هسه اجيكم انا. كلاس 1 مود 1. كلاس 1 مود 1 يعني عندك اكستنشن. اوكي تجي على الفينشينج لاين، المفضل انه يكون عندك لون تاشر لي بيه الفينشينج لاين اللي هو بالحاله هاي راح يكون هذا الفينشينج لاين اللي هو فيرتيكال هاي هوريزونتال. دكتور بسرعه ايش قد عن الجريد ورك اطلع الخط اللي راح اسوي بيه الميجر كونكتر في البوستير بوردر لاين ويا مستوى نهاية الكاست. ويا نهاية. اي باعتبار الهاميلر نوتش هنا والهاميلر نوتش هنا احنا نقول انه هو ميجر كونكتر بالفري اند اكستنشن يوصل الهاميلر نوتش. اند اوف ذا كاست. اند اوف ذا كاست. اوكي؟ هذا خلاص كلاس 1. الويندو ما يحتاج؟ لا هذا فول بليت فول بليت. كلاس 1 موجود. ثاني لو كان عندي مثلا كلاس 2. خلينا نقول هذا الكلاس 2. هذا كلاس 2 هذا احسن. اوكي؟ راح نجي نفس البرنسيبل ما راح نحكيها لانه عندك جريد ورك. قول اسم الكلاس جريد ورك هذا كلاس 2 مود 1. اوكي راح نجي نخلي هذا بهالشكل هذا لاين بايسك. محمد لا تنتج. تعب. اوكي وهنا قلنا نقط قلنا من اليمين لينجوال تو ذا لينجوال سايد اوف ذا توث ماكو داعي نشرحها راح ارسم الريجريدو بعدنا هيجي بدون كلام. راح اجي اظلل البروكسيمال بليت بهالشكل هذا. هذا مثلث هذا البروكسيمال بليت مالته انه بوند راح تكون فيكون تو بروكسيمال بليت. تو بروكسيمال بليت هنا انا ما عندي ميزيا ريست وديستر ريست، عندي ريست يصدر من البروكسيمال بليت لان هي باوندد، فراح يكون الريست عندي هنا نفس الشيء سنجلم بهالشكل هذا. اوكي راح ينزل يظل كل نص السن باعتبار انه هذا هو سنجل ام ريست. نعم اوكي زين. هنا راح يكون عندي ريست يطلع من البروكسيمال بليت حسب قانون الباوندد سبان. اذا شو تسوي؟ توصل لي يا لا هذا ريست واحد سيركمفرنشال. هذا سيركمفرنشال هذا ابر لو كان لور كان خلينا تو ريست ورينج كلاس. اوكي نعم. اذا هسه خلصنا الجريد ورك والبروكسيمال بليت والريستات. راح نجي على الاي بار بلا زحمه. الرينج بس باللور بس باللور لور 7. راح نجي على الاي بار. اي بار راح يمشي اللونج اكسس اوف ذا توث حتى لو كان مايل السن هو يجي عدل. نعم اوكي ويا اللونج اكسس وينزل شوي على اللثه لازم. نعم وهنا يطلع على بعد سن افتراضي ويلتقن اثنيناتنا بهالشكل هذا. هذا هو العبار ترسمه بهالشكل هذا. اوكي نجي على السيركمفرنشال. سيركمفرنشال بوكالي حيطلع ريتنتيف ارم تسحبه بهالشكل هذا يبدي بالبدايه فوق كلوزلي والنوب يبدي يتجه جنجايفالي حتى يدخل اندر كات ويكون النهايه مالته تايبر. تشوفون هنا اكو فت تايبرنج حاده بالضبط مدببه مو حاده. اوكي هذا الريتنتيف ارم نزل. الريسبروكال ارم تبقى تمشي فوق الكونتاكت اريا ما تنزل ابد بالريسبروكال ارم وتسوي نهايه راوند. الهات اوف كونتور اللي هي هاي النقطة تقريبا. اعلى نقطة بالسن. اوكي اعلى نقطة انت تمشي فوقها بالريسبروكال ارم، فتشوفون انه الريسبروكال ارم كله يكون بالاكلوزال ثيرد ما ينزل نهائيا. نعم. لا ينزل ميدل لا ينزل جنجايفال، بينما ريتنتيف ارم لا بدا ينزل لحد ما وصل جنجايفالي. خلصنا من السيركمفرنشال ورسمه على الكاست. نجي هنا هاي جريد ورك. طبعا انت بمناسبه من ترسم هذا انت تكون مكمل رسم 2D بس تنقل. نعم
اوكي بس انا ما رسمت 2 دي للاستعجال حتى ما نطول المختبر. هنا قلنا 2 ملم لينجوال تو ذا لينجوال سايد طولها 3 ارباع المسافه. بوكالي هي جاست بوكال تو ذا لاين بايسكتنج ذا ريدج بالشكل هذا. اوكي تجي هنا الاي بار نفس ما حكينا كل مره دائما شوفوا اسحب الاي بار ميز يلي. اوكي خلاص الاي بار الريست عندنا ميز يا الريست راح يكون بهذا المثلث محصور هنا تظل كل الفوسه. اوكي زين هنا هسه انا ايش عندي؟ عندي فري اند اكستنشن وهذا كلاس 2 الاندايركت ريتينر مالته هون يصير على السايد الاخر على السايد الاخر لا عندي 4 ولا عندي 5 عندي كناين الكناين صار عليه سنجل ام ريست اذا هذا هو الاندايركت ريتينر يعتبر استوفى يعني استوفى بعد هو مستوفي كامل اوكي يعني حد اقصى هو يا اما يا اما هو واحد بس ريست واحد يا اما 4 ميزل على 4 يا اما سنجل ام على الكناين يا اما على كل الانتيريور تيت بما انه صار عندي ريست هنا على الكناين خلاص ماكو داعي ماكو داعي سنجل ام ريست يشتغل حلو اوكي وحتى لا احور الديزاين مالتي من انتيريور بوستيريور الى فول باليتر. ليش الكلام الجانبي طلاب اللي عنده سؤال خليه يساله خلصنا دكتور لا تصبر لي شويه راح نرسم ميجر كونكتر هاي الكيس اختارت لكم اياها حتى ارسم لكم الانتيريور بوستيريور باليتر ستراب نعم زين بالانتيريور بوستيريور باليتر ستراب احنا بعد ما نمشي ويا الاسنان فاذا صار لازم انزل الماينر كونكتر من الريست انتبهوا عليه نزلت الماينر كونكتر بالريست لو كان الميجر كونكتر انتيريور بوستيريور باليتر ستراب حينزل خط على هذا السن اوكي وينزل خط اخر على السن اللي بصفه تنزل لي خطين متوازيين بالشكل هذا اوكي توصلهم تقريبا 7 ملم من اللينجوال سايد مال التوث اوكي نعم يا بصير ورايا انت ايش تسوي؟ محمد راح تسوي لنا كارثه محمد قبل تفاني اوكي محمد شويه قال صح زين انتبهوا على هذا الريست مال السنجلم لازم 7 ملم يعني 7 ملم لان هو الريليف مالتك 8 ملم راح انطي فد مليمين بعد اليو شيب راح اسويها زين هنا السنجلم ريست انتبهوا عليه طلاب ما راح انزل منه تو بوردر لاين لان هذا اللاين مال السنجلم ريست وين صار؟ صار وير بروكسيمال بليت واندمج ويل فبس من الحافه مالته انزل بوردر لاين واحد فقط بهالشكل هذا تشوفون شلون؟ ليش؟ لان البوردر لاين الثاني بمكان ما ينزل انطبق ويل بروكسيمال بليت البليت انطبقت ويل الجريد ورك فخلاص ينزل منه خط واحد اذا انا كملت سحب الماينر كونكترات بعد عندي بس اربطهم واسوي ميجر كونكتر هاي الكيس الميجر كونكتر مالتها انتيريور بوستيريور بيتر ستراب اذا قبل الويندو اسحب خط من الجريد ورك لنهايه الكاست لحد الهاميلر نوتش هنا واسحب خط من هاي الجريد ورك طبعا هو لازم ينزل 6 ملم حتى يكون عندك ريليف للهاميلر نوتش اوكي اخطهم الخطين بهالشكل هذا من نهايه الكاست هذا البوردر لاين تشوفون احنا مو عندنا اثنين صارن هنا اول واحد يربط ويا البوردر لاين مال الجريد ورك وهذا شكل الريليف هذا الريليف تقريبا يكون 8 ملم نعم اوكي زين هذا الخط الثاني راح يربط ويا الخط الثاني بالصفحه الاخ بس يعبر الميد لاين بشكل عمودي دكتور عن قصدك مال بروكسيمال مال جريد ورك هو حيربط ويا السن ايه والثاني نربطه ويا الخط بالضبط ايه اوكي يكون بيربندكلر على الميد لاين من يعبر على الميد لاين نعم اوكي زين نعم انا مساء النور كل شيء راح يخلص شكل ابا جيب ما لك لا اخذ طبعا خلي دينشر قاعد بحق البيشنت قاعد مو قاعد اصلا بقى لي بس الويندو الويندو تختار حجمها لا تخلي عندك منطقه تكون ويك يعني تقدر تمشي بحيث تسوي
وين يمشي الويندو اكو ستراب. تشوفون ايش قد عرض هاي ما سويتها كلش رفيعه حتى لا تصير بار بالساويه، فتمشي ويا الويندو حتى لو تكون مخربطه الويندو. المهم انت سويت لي سترابات اربعه. نعم. اوكي هذا صوروه. وهذا لونج سكول، يعني لونج سكول هذا حطينا ويندو. هذا كلاس 2، لا تقول لي